السلام عليكم. في تطبيق بنضيفه على جوجل كروم اسمه يوتيوب سامري ويز شات جي بي تي. ده بيعمل ايه؟ لما تتفرج على فيديو يلخص لك الفيديو دوت، تمام، بحيث ممكن يكون في جزء مثلا مش عايزه، في جزء مهتم انت بيه، تمام، مجرد ان انت بتدوس عليه فهو بيسطب عندك هنا ويبدا ان هو يشتغل. لو دخلنا مثلا على، انا كتبت ايجيبت، لقيت في حاجه بتدعو للسياحه في مصر، تمام، فلو دخلت هنا اوتوماتيك هيبدا كل مجموعه يبدا ان هو يحط لك الترجمه او السبتايت بتاعتها، تمام، يبدا ان هو يلخص لك الحاجه بحيث تعرف ان انت هي دي اللي انت عايزها. خلي بالك ان الفيديو ده ما كانش فيه ترجمه، هو اللي عمل الحاجات ديت. وتقدر تدخل هنا تقول له انا عايز فيو اول سامري، هو بيعتمد على الويب شات، بيبعت الفيديو للويب شات ويبدا ان هو ياخد منه الترجمه. تقدر تنسخ الترجمه، تقدر تنتقل لوقت معين، الوقت اللي هو موجود هنا. ففي شويه امكانيات كويسه جدا يعني. بالمناسبه في اداه مسطبه هنا بتعمل لي امكانيه ان انا لما اساله اي سؤال يدور على النت ويجيب لي برده النتائج بالاضافه للاجابه الطبيعيه بتاعته. واقول له مثلا عايز الاجابه خلال شهر، خلال سنه، ممكن اقول له انا عايز الاجابه من مواقع عربيه، من مواقع تحدد الدوله اللي انت عايز منها النتائج. فدي قوة الأدوات اللي موجودة في جوجل كروم أو أي واحد تاني أو أي متصفح تاني. تقدر إن أنت تاخد مزايا قوية جدا، بالذات لما بتربطه بالشات جي بي تي بيقدر يعمل لك حاجات كويسة جدا، زي موضوع الملخص، زي موضوع إن أنت لما تيجي تعمل سيرش في جوجل يطلع لك، أول ما تفتح جوجل تكتب أي حاجة يجيب لك الإجابة بتاعت شات جي بي تي. فدي مزايا كويسة.